وصلت 50 جثة لبوسنيين قتلوا خلال الإبادة الجماعية لمجزرة سربنيتسا التي وقعت عام 1995 إلى موقع النصب التذكاري في مركز بوتوكاري، حيث سيتم دفنهم أخيرا في الذكرى 27 لأسوأ مذبحة شهدتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وتجمعت عائلات وأصدقاء الضحايا لوضع النعوش في القاعة خارج المقبرة يوم الجمعة قبل الجنازة غدا الاثنين، وقد شهد أقارب وأحبة الضحايا يبكون ويصلون بجوار النعوش، حيث كانت جثث معظم الضحايا 50 غير مكتملة، حتى لجأ المحققون لتحليل الحمض النووي للتعرف عليهم بعد العثور على أشلاء جثثهم متناثرة في عدة مقابر جماعية حول سربنيتسا.